في التقرير كاين التفاصيل اللي وصلنا اللي وصلتنا لهذا الرقم، وهذا العمل ماشي ديال الحركة الضمير بل العمل ديال الجبهة الوطنية من أجل إنقاذ المصفات المغربية للبترول، واللي حنا حركة الضمير عضو فيها في المكتب التنفيذي ديالها. وهذه العملية اللي داروها هما المهندسين ديال لا سمير، هما اللي كانوا كيتبعوا قبل تحرير السوق في دجنبر 2015، هما اللي كانوا كيتبعوا التركيبة ديال الثمن، وكانوا كيرسلوا هذيك التركيبة ديال الثمن للوزارة المعنية اللي كانت كتنشر الأثمنة السقف الأقصى ديال الأثمنة. هذوك هذه العملية حنا استمرنا فيها نفس المنهجية اللي تبعوا الإخوان ديال البرلمان في اللجنة الاستطلاعية اللي وصلوا ل 17 مليار، حددوا الهامش ديال الربح الإضافي لكل لتر ديال الغازوال وديال البنزين، وضربوا على حجم الاستهلاك الوطني اللي معروف أكثر من 9 مليون طن سنويا، والغازوال هو عنده تقريبا واحد القسط الأكبر 60% ولا 65% إلى ما خنتنيش الذاكرة. درنا نفس العملية في 2018 و19 و20، وفي التقرير اللي عندك التفاصيل سنة بسنة وبكل مادة الهامش ديال الربح والحجم الاستهلاك، ومي كنجمعوا هادشي كنصيبوا 38.2 مليار ديال الدرهم. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.